اوكي، السلام عليكم. اولى اعدادي احنا كنا واخدين هامور بالنسبه للديفايد والمالتيبلاي. اوكي، المفروض هو ده اللي هيتم دلوقتي. انا هحل عشان اوضح لك الستيبس كمان. هنا بنقول دوت ايه، هامورك اوف مونداي 5th اوف ديسمبر 22 سيشن، سبميت دي وينزداي. إن شاء الله إحنا خدنا الهومورك إمبارح الاثنين، ومفروض هنسلمه يوم الأربعاء يعني بكرة. فتعالوا بقى كده نشوف الستبس. المفروض كل الناس حلت. أول مسألة هنا مالتبلاي، عايزين نعمل مالتبلاي 2x و3x، نضرب 2 باي 3 هتديني 6، وإكس إكس مالتبلاي إكس تديني مفروض إكس باور كام؟ إكس باور 2 يا باشا. اكس باور او سوري، واحنا فين؟ المفروض اكس باور 2. بالمنظر ده هو الصح كده، الصح. طيب نقول المسألة الثانية. مثلا المسألة الثانية انا عايز ملتبلاي 3 اكس سكوير مع نيجاتيف 4 اكس باور 4. اول حاجة أنا عندي نيجاتيف واحدة بس، نزلها. نعمل مالتبلاي 3 باي 4 هيبقى 12، وعندك الإكس باور 2 باور 4، يعني المفروض تدي لك يا باشا إكس باور 6. هجمع الباورات بقى، مش كده؟ أنا هجمع الباورات، يبقى تديني كام؟ إكس باور 6، إكس باور 6. يبقى دي تخليها بس إيه، 6 بس. تمام كده، خلصت، ما فكرش كتير. خش على اللي بعده. اللي بعده عندي 3b وعندي 7a باور 3، نضرب 3 باي 7 هتديني 21. هنا ما عنديش، انا عندي a وعندي b، ما فيش حاجات متشابهة يعني. خلاص، يبقى الـ a تنزل، واعمل لها بس ايه، اعمل لها باور 3 زي ما هي، ماشي. وبعد كده عندك البي زي ما هي برضو. اوكي، نقول هنا عندنا بي بس، خلصت. بيس اوف كيك ايزي. نمبر 4، عايزين نضرب نيجاتيف 4 اكس سكوير واي سكوير مع نيجاتيف اكس واي. نضرب ازاي؟ نيجاتيف مع نيجاتيف تديني بوزيتيف، خلاص يعني راحت. ما فيش رقم غير الفور، انزله. ناخد اكس 2 نضربها في اكس، يعني كده تديك اكس باور كام؟ المفروض اكس باور 3، مش كده؟ اكس باور 3، نكتب ال 3 اهو اهو. بعد كده عندي واي عندك واي باور 2 وعندك واي، اضرب يا بقى الواي تنزل الاول، ولما تضرب هتجمع الباورات، يبقى 2 مع 1 يبقى 3 برضه. خلصت كده. ركز، انا ببص على ايه؟ ابص على الاشارات الاول، ماشي. اضرب، ابص على الكوفيشنز اللي هم النمبرز اللي على السطر، اضرب. بعد كده ابص على السيمبلز A و B و X و Y، ماشي. لو لقيت في حاجات متشابهة بجمع الباورات بتاعته، ما فيش متشابهة نزلهم زي ما هم بقى، ماشي. طيب هنا خلينا عمليين، حل على طول. أول حاجة هضرب 8 باي 3 هيديني 24. عندي A2، عندك هنا A2 B3، وعندك هنا A4 و B2. نضرب إزاي بقى؟ بالنسبة للA أنا هكتب A. جمع بقى الباورات، الA عندك هنا باور 2 وهنا باور 4، يعني كلها باور كام؟ هتبقى كلها باور 6 كده اهو. بالنسبة للبي نكتب بي، نبص بقى على الباور، عندك باور كام؟ هنا 3 وهنا 2، نجمع يبقى باور كام؟ يبقى باور 5 بس، خلاص. حلو، نخش على نمبر 6. عندي هنا في نيجاتيف ونيجاتيف، شيلهم مع بعض خلاص يديك بوزيتيف اصلا.
وما عنديش غير رقم واحد اللي هو الفايف، اكتبه عادي. ماشي، السيمبلز عندي مين؟ عندي اتش، عندي اتش بس دي باور 3 ودي باور 2. خلاص ننزل بالاتش، ولما نجمع الباورات الثري والتو هيديني باور 5. بس كده فل قوي. تمام، يو جات ات، يو جات ات. طب ايه رأيكم بقى نخش هنا، نخش بقى هنا، ده اللي هو اتكلمنا فيه اللي هو difference between two squares، يديك two branches اللي هو two brackets والاتنين زي بعض، بس هيختلفوا في الايه، يختلفوا في الإشارة. طيب أولا أنا المبدأ هنا بقول ايه بقى، هنضرب الأول في الأول، أنا هضرب 3x مع 3x ده هيديني 9x، ونجمع الباور طبعا تبقى باور 2. انزل بقى على السطر كده زي الباشا، انزل على السطر، لازم تكتب ماينس. ماشي، احنا كده فوق، احنا كده فوق، هتضرب بقى ايه 5 باي 5 ده هيديك طبعا النيجاتيف تنزل. ماشي، الماينس 3، الماينس كده اهو. ثواني بس نظبط الماينس دي. بس كده اتظبطت، الماينس طبعا على السطر. هنضرب بعد كده 5 باي 5 هيديني 25. بس خلاص خلصنا كده، كده خلصنا. خش على نمبر 2. ايه الاثنين زي بعض؟ اه. الاشاره مختلفه؟ اه. اضرب بقى الاول مع الاول 3 باي 3 تديني 9، وعندك اكس 2 مع اكس 2 هتدي لك اكس باور كام؟ باور 4. اما انت هتجمع الباور برضه زي ما عملت قبل كده، اكتب ماينس ده لازم. اضرب بقى التاني في التاني 7 مع 7 هيديني 49. ماشي، هنا هنقول عندنا الاتنين زي بعض، ايوه الاشارات مختلفة، ايوه يبقى دوت difference between two squares. اضرب الاول مع الاول 2a مع 2a هتديني 4a power 2، اوعى تنسى الباور. وفي ماينس اهي 3 بي، السكند مع السكند بقى 3 بي مع 3 بي، 3 في 3 يبقى 9، والبي مع البي هتديني بي باور 2. بس خلاص ما تعيطش. لما هو يديني ارقام في الاول مش اشكال، بمزاجه بقى. هو الاولاني مفروض يبقى سيمبلز، يعني مش لازم، ممكن اول ترم تلقى ايه بي اكس باور 2، ممكن تلقى رقم زي كده. يعني انا شايف قدامي الاول مع الاول 7 باي 7 هيبقى 49. اشتغل انت، مالكش دعوة، انت تشتغل مالكش دعوة. وعندك التاني 4 اكس سكوير، نضرب 4 باي 4 هيبقى 16. والاكس يا باشا هي باور كام؟ هي باور 2. انا عايز اجمع باور 2 2 يبقى 4، نكتب بقى باور كام 2 ولا 4؟ لا 4. المسألة اللي بعديها مبقلاص شوية، ركز كده على الأولاني. مفروض أنا شغال كله، أنا شغال كله difference between two squares، لازم الترمين يكونوا زي بعض ويختلفوا في الإشارة. ماشي، الشيت ده كله كده. اضرب بقى أول مع أول 11 مع 11 يبقى 121. وبعدين عندك A2B2 الA، ماشي هتبقى باور كام؟ والبي هتبقى باور كام؟ ما انت بتدبل الباور، يعني لو 2 اعملها لي كام؟ اعملها لي 4. والبي برضه باور 2، لا اعملها لي برضه باور 4. ماشي، انزل بقى على السطر كده، انزل بقى كده على السطر واكتب لي الايه؟ الماينس كده اهو زي الشطر، زي الشطر. على السطر كتبنا الماينس. ماشي، السكند تيرم هنا 2، اضرب بقى 2 باي 2 يبقى 4، والسلام عليكم. تمام، المسألة الأخيرة، ايه ده؟ ايه ده؟ دي نمبر 6 طبعا.
رقم بطاريه كده بمزاجه. مش اشكال بقى، هي نمبر 7، دي نمبر 7 طبعا. هنا الاول 6، 6 باي 6، يبقى يا باشا 36. الناس اللي تحافظ على جدول الضرب بتوفر وقت كتير، بدل ما تجري على الكالكوليتر وتحسب وتقول نبي يا عم احسب لي 6 في 6 بكام. ما عيب عليك انت، ماشي، عيب علينا، عيب علينا. فاحنا في اولى اعدادي. السكند ترم هنا كام؟ 5 اتش باور 2. طيب نضرب 5 في 5، 5 باي 5، هيديني 25. وعندك H2 مع H2، مش كده؟ لازم أجمع الباور اب بقى، يبقى باور كام؟ باور 2 ولا باور 4؟ طبعا باور 4. بس هو ده الطريقة، هي دي الطريقة. خلاص اتعلمنا ازاي نضرب ترم مع ترم، اتعلمنا نضرب اكسبريشن مع اكسبريشن. بس ده سهلة، اللي قدامك دلوقتي expression مع expression difference between two squares، ده سهل. في بقى لسه مستوى الوحش نخش عليه، ببجي. ببجي ايه ده؟ انا عايز دي. خلونا نبدأ في الديفايد. ديفايد 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 ديفايد. وسع وسع السكة كده، تمام كده، تمام التمام. ازاي بنعمل ديفايد؟ عادي، احنا في سنة ستة قلنا ايه بقى؟ هنضرب نيجاتيف باي نيجاتيف تديني بوزيتيف، هنقسم نيجاتيف عن نيجاتيف برضه بوزيتيف. يعني بالبلدي لا، في المالتيبليكيشن والديفايد اقول لك على حاجة بسيطة، لو انت لقيت اشارتين، اشارتين نيجاتيف شيلهم، لو لقيت إشارة واحدة بس نزلها بقى على السطر. يعني أول مسألة مثلا، أنا عاوز أعمل ديفايد، هيقول لك في السؤال يقول لك إيه؟ دو ديفايد، يعني اعمل ديفيجن يعني. أو يقول لك فايند ذا كوشنت، فايند ذا كوشنت، كلمة كوشنت معناها ديفايد برضه. المهم حل حل. أنا عندي إيه؟ أول واحدة نيجاتيف 12 وإكس باور 3، والتانية 3x، والمفروض ان انا اعمل ديفايد. طب انا شايف اشاره واحده انزلها، ال 12 اعمل لها ديفايد 3 تديني 4، الاكس بقى عندي باور 3 وعندي باور 1. طب نقول ايه؟ 3 ماينس 1 يعني المفروض يبقى باور 2، صح كده؟ اتفقنا خلاص. الباور اعمل له ماينس، في الديفايد الباور اعمل له ماينس، مش المالتبلاي. المالتبلاي عملت بلس، المالتبلاي عملت بلس للباور. الديفايد ديفايد ماينس باور. نخش على التانية، كم إشارة عندك؟ واحدة أهي، اللي مش شايفها ركز، عندك إشارة واحدة تنزل. طب نعمل 32 ديفايدد 4، الناس اللي حافظة التيبل، تبقى 8. عندك x باور 5 و x باور 4، طب ننزل x، الباور هيبقى كام؟ 5 ماينس 4 يعني باور 1، مش كده؟ باور 1. خلاص ما فيش داعي اكتب بقى، عيب عيب عيب. نمبر 3، عندي واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف، الاولانيه هي اللي نيجاتيف، اي حاجه مش اشكال، ننزل بالنيجاتيف، نقسم 35 على 7 تديني 5، 35 على 7. عندك ايه وعندك بي، ايه باور كام، بي باور كام؟ اقول لك انا، هو البي مع البي باي باي، البي مع البي اقول لك باي باي. ليه؟ عشان دي بي ودي بي، يعني دي باور 1 ودي باور 1. شايف شايف شايف، انت عندك هنا بي وعندك بي، كنسلهم بقى مع بعض، كنسلهم مع بعض، توجعش دماغك، اعمل كده بالقلم الرصاص، تقوم عامل كده وعامل كده، ماشي. بص بقى على ميم، على الايه، ايه باور 5 ايه باور 3، معناها ايه دي بقى؟ اعمل ايه؟ طالما 5 و3 يبقى سيادتك تعمل ماينس 5 ماينس 3 تبقى كام؟ تبقى 2. بس يا سيدي، بس يا سيدي، اللي بعده المسألة، بروبلم نمبر 4.
عندي 2 نيجاتيف، باي باي. أحسن الأرقام بتاعتنا، هنا عندك 4، هنا عندك 4 بس، هنا ما فيش رقم كأنه 1 يعني، مش كده؟ فالنتيجة بتاعتنا تبقى 4. عندك إكس وعندك واي، الباورات كام يا إخوانا؟ لو أنا بصيت هنا إكس باور 2 وهنا إكس باور 1، طب 2 ماينس 1 يعني 1، مفيش داعي أكتبه. ده بالنسبة لإكس. الواي عندك باور 2، عندك باور 1، نفس الكلام، مش هكتبه. ماشي 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 ماشي. خش على نمبر 5، خش عليه. عندي 18 ديفايد 3 تديني 6، والسيمبلز عندي ايه يا جدع؟ كنسل بقى، انا بحب الحاجات تبقى متشابهة كده، يعني مثلا هنا ايه باور 4 وهنا ايه باور 4، كنسلهم مع بعض. ماشي. لما تخش بقى على البي تكتب ايه؟ البي تكتبها، وبعدين هتقول لي هنا، هتقول لي هنا كام؟ 3، الباور ده 3 والباور ده 2، 3 ماينس 2 كام؟ 1. اكتب ال 1، مفيش داعي، مفيش داعي، هي معروفة. كتبت بي وسكت، يبقى باور 1. اللي فوق مثلا كاتب له اكس واي، معناها اكس باور 1 والواي باور 1. دكار، كومون سافا، جودوي، بونجور. عندي هنا المسألة الأخيرة، عندك 2 نيجاتيف، شيل شيل الأرقام أو الكوفيشنتس، عندك 55 وعندك 5. لو عملت ديفايد يبقى عندك 11. السيمبلز عندك اتش باور 3، وعندي هنا اتش باور 2، يبقى نكتب اتش. الباور المفروض اعمل ماينس، مش كده؟ طب 3 ماينس 2 يعني 1، اكتبه؟ لا ما اكتبوش، عيب. ماشي كده. ده بالنسبه ده بالنسبه للايه؟ للهوم ورك. تمام. يعني انا اتمنى ان الناس تكون خلصت الهوم ورك. ماشي. الناس خلصت الهوم ورك، ويكون معظم الإجابات بتاعتكم صح. سريع سريع، أنا عايز لسه عندنا وقت، فأنا عايز أقول حاجة بقى. اللي إحنا اتكلمنا فيه في الحصة كان إيه؟ تعال نشوف كده أهو، نراجع عليه كده بسرعة، ولا نعمل له فيديو جديد، ولا إيه النظام؟ أشرح بس الصورتين دول. يعني الصورتين دول بيعلموك إزاي تعمل المالتيبليكيشن. هو بيفكرك هنا، انا بفكرك ان ايه مالتيبلاي ايه مالتيبلاي ايه 3 مرات اهو، معناها ايه باور 3. طالما ضربت الاف نفسها 3 مرات، ريح دماغك واعملها ايه باور 3. يعني الباور ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ريبيتد مالتيبليكيشن، يعني انت بتعمل مالتيبليكيشن كذا مرة، 3 مرات يبقى باور 3. بتعمل مالتيبليكيشن 7 مرات يبقى ايه باور 7 كده يعني. ماشي. والسطر الثاني اللي انت شايفه قدامك ده بيوضح لك قانون مهم جدا، لما تحب تضرب لازم تجمع الباورات. يعني نضرب ايه مالتيبلاي ايه، بس دي باور 6 ودي باور 4. مش هنقعد بقى نفصص كل واحدة، الايه افصصها 6 مرات والايه افصصها 4 مرات، لا لا. انا بشوف البيز كام، البيز طبعا اللي هي الايه بنزلها عادي، بعد كده بركز على الباورات واعمل لهم بلس. اهو بيقول لك مالتيبلاينج، لو انت بتعمل مالتيبلاينج ادز باورز. ماشي. في المالتيبلاينج بعمل ادز للباورز. ال6 مع ال4 تديك كام؟ تديك 10. طيب الصورة الثانية عايز يوضح لك حاجة مهمة برضو، إن احتمال يبقى فيه coefficients تانية. يعني أنت بتتكلم هنا في إيه؟ أنت بتتكلم هنا في المالتيبلاي تيرمز برضو، ولكن حط لك coefficients اللي هم الفور والتو. الكوفيشنس الناس اللي ناسية، أفكرك اللي هم الأرقام اللي قبل السيمبلز. يعني انا شايف ايه باور 4، ايه باور 2، في 4 قبلها، ال4 بنسميه كوفيشنت، انما ال2 دي بنسميها باور.
ماشي. الترم الثاني اهو، كل ده اسمه ترم. الترم مقسوم ايه؟ عندي تول اللي هي الكوفيشن، وعندي ايه اللي هي البيز او السيمبل، وعندي باور 5، مش كده؟ نعمل ايه؟ نفس الشيء، الكوفيشنز اللي هم الاحمريكا دول اعمل لهم ملتبلاي، 4 تايمز 2 هيديني 8. الاي باور 2 والاي باور 5 اعمل لهم ملتبليكيشن، يا دوبك انت هتنزل الايه وتجمع الباورات، 2 مع 5 تبقى كام؟ تبقى 7. بس المبدأ الاساسي عندي هنا ان ايه، الاحمر ملتبلاي والاخضر دول نعمل لهم اد. ماشي. بس يا سيدي، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.